جاينا بالصاص الليالي. روح روح يا ابي افتح الباب. خير ان شاء الله. خير يا ابي شوفي. والله ماني عارفان يا ابي. هذا الكيس اللي انسرق من صندوق غرفتي. حقول مين بده يكون رجعهم بنصاص الليالي يا بي؟ والله ما بعرف لك ابي، والله العظيم ما بعرف. شغله بتحط العقل بالكف. يعني معقول مكون ظلمناها لنعمات؟ يعني تكون خاتون بعتي حدا يرجع المصاري بنصاص الليالي؟ والله ما بعرف. لا يا بي، خاتون ما بتعمل هيك. حتى لو هي أخذ المصاري، ليش لحتى ترجعونه بهالوقت بالذات؟ لك يا أبي، بلكي حست بغلطة، حست إنه ندماني بعد ما زرتها اليوم. شو؟ أنت زرتها يا أبي؟